مع حلول العام الجديد أتمنى لكل اللبنانيين الراحة والأمن والسلام، وأن يكون عاما مليئا بالصحة ومليئا براحة البال. نعم، نحن بحاجة لراحة البال، ولكن أدعو أيضا كل اللبنانيين أن يتعلموا من التجارب الماضية. عام يمر وعلينا أن ننظر ماذا تعلمنا في الأعوام الماضية. علينا أن نأخذ من المراحل والخبرات التي مرأنا بها والصعوبات التي نمر بها. المواطن حتما لم يعد يتحمل، المواطن لم يعد يصدق ما يقوله السياسي، ينتظر نعيش كل يوم بيومه. على السياسي وعلى من يتعاطى الشأن العام عليه أن يعطي رؤية طويلة المدى للبنان الذي نشتهيه. لسوء الحظ هذا غير متوافر اليوم، ونحن كل يوم يمر نقول دائما الحمد لله ونتمنى أن يكون اليوم الثاني أفضل، ولكن حتى الآن المؤسسات وعلى رأسها مؤسسة رأس الجمهورية فارغة. الحلول التي تطرح ليست حلول ناجحة. نأمل أن يكون هذا العام أن نأتي وننتخب رئيسا للجمهورية وتبدأ أن تستقيم الأمور بلبنان من رأس الحرم إلى أدنى. كل عام وأنتم بألف خير.